اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن تابعنا يوم الجمعه اللي فاتت طبعا انتصار او فوز فريق كره السله الرجال كان على نادي الزمالك في الصاله عندنا، وشفنا ازاي كنا متاخرين قدر قناه النادي الاهلي تنقل لكم الحدث ده، ازاي كنا متاخرين ورجعنا تاني المباراه وفزنا عليها زي ما قلت لكم بلس 45. والفريق بيستعد النهارده، اتمرنوا العصر وسافروا وراحوا عشان يلعبوا سموحه بكره في دوري السوبر. المباراه دي بره بلعبنا اللي جايه بكره دي، ومهمة أكيد عشان نرجع ناخد وضعنا الطبيعي في الجدول. واستمروا النهاردة العصر، سافروا، المباراة تتلعب على صالة سموحة، وما زال الفرقة غايب عنها ثلاث لاعبين وهم إيهاب أمين، عبد الفضيل، وأحمد حمدي. المباراة دي ليها فايدتين كبار انا من وجهة نظري. اول فايدة ان احنا كسبنا طبعا الحمد لله، وترتبنا في يعني نتيجة ملموسة، نتيجة ملموسة. ولكن في نتيجة غير ملموسة، ايه هي؟ ان اللعيبة دي اتعلمت ازاي تكسب في السيتويشن ده. اتحط متأخر ب 17 نقطة وعوض ودافع ازاي وهاجم ازاي وكنترول نفسي واعصابي واكسب المباراة. الحاجات دي مش ملموسة، بس دي تراكم خبرات للعيبة الكبار وللعيبة الجيل الوسط واللعيبة الصغيرين. الحاجات دي لا تقدر بثمن، وأنا في رأيي إن الفايدة الغير ملموسة هي أهم كتير جدا من الفايدة الملموسة. ليه؟ لأن أنت اللي أنت استفدته ده ومش حاسه هو ده اللي هيجيب لك البطولات بعد كده، إن أنت تبقى متأخر فتكسب. وفي مثلا سيتويشن تاني إن أنت تبقى كاسب وتحافظ على المكسب، سيتويشن تاني إن أنت تبقى ماشي إيكوال وتكسب. كل الكلام ده بيعلم اللعيب إزاي يتحكم في أعصابه، ازاي يقدر يعني المينتاليتي بتاعته تتغير جوه الملعب على حسب النتيجه اللي على اللوحه، ازاي ادائي يتغير على حسب النتيجه، وازاي اقدر اكسب وازاي وانا متاخر وازاي احافظ وانا متقدم. كل ده خبرات. انا شايف المباراه دي ليها مكاسب كتير جدا، وبكره الايام تفككم، لان فعلا الحاجات دي يعني مش هتيجي غير بالمباريات الرسميه وبالسيتويشنز دي.